عارف ان انا يعني اسمح لي اقول لك انا بحاول يعني اكتم انفعالاتي لاني مش متخيل اطلاقا ان فؤاد المهندس يعني هذه القمة المصرية العربية بدلع نفسه. مش ممكن. يعني ايه يا استاذ فؤاد بدلع نفسك؟ يعني فؤاد المهندس مفيش في حياته انسان يعني يدلعه ويهننه ويطلع كل اللي في قلبه من مخزون عظيم ده؟ ده معقول؟ انا ما لقيتش حد يدلعني يا استاذ فؤاد. ما فيش حد دلعني. ما فيش حد استناني على غدا. انا اسف اذا كنت انا يعني اثرت هذه الاشجان بالنسبه لك. يمكن انا انفعلت وكان ممكن جدا تحصل دموع اللي بشوفها دلوقتي، لانه انا يعني لقيت نفسي بسمعك وبتقول انت فاهم، انا ناسي كلامك خالص، لكن قعدت اسمع لك بالكامل وانت بتقول انك بتدلع نفسك. معقول بتدلع نفسك ازاي؟ بدلع نفسي. بدلع نفسي يعني انا محتاج لدلع. طبيعتي كده. كانت امي الله يرحمها مدلعه، وكان بابا الله يرحمه مدلعه، لانه عارف فؤاد. عارف فؤاد ينتج منين؟ ينتج ازاي؟ وامي كانت كده عارفاني تماما. صفيه اختي ساعات تدلعني بس مش فاضيه، علشان عندها بيتها واولادها وجوزها. يعني انا القريبين مني قوي يحاولوا يدلعوني، بس ما لقيتش حد جوايا جنبي شريكة لحياتي. انت لاحظتها؟ قلت تستناك على غدا، تستناك وانت راجع بالليل من المسرح. لما زراير قمصانك احيانا تتقطع، مين بيخدها لك؟